نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الغربية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان انزل وشارك مصر الأهم. حضر المؤتمر الآلاف من ممثلي الجمعيات والقيادات بمحافظات الدلتا وعدد من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين. وتم خلال المؤتمر استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية.